إخواني أخواتي متتبعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة الخامسة من برنامج طرقان بلادي. احنا الآن كنتواجدوا في وسط مدينة أكادير، وبالضبط أمام مرجان أكادير. احنا غنبينوا في هذه الحلقة هذه واحد البلاصة منطقة قريبة لأكادير، يعني اللي بغى يتبحر مع وليداته مع العائلة ديالو. اكتشفنا هاد البلاصه هادي وبغينا المشاهد الكريم يكتشف حتى هو باش يعرفها وعاد يمشي ليها، حيت بلاصه هي نقيه وزوينه وقريبه لمدينه اكادير. حنا الان الانطلاقه ديالنا من امام مرجان اكادير كما قلنا. امامنا دابا الرومبا الاولى درنا على اليمين كنمشيو لوفاق الفرح، درنا على اليسار كنمشيو للمرجان، يعني ندخلوا المرجان. حنا الهدف ديالنا هو نكتشفوا هاد المنطقه هادي، يعني خصنا نزيدوا القدام دان على بركة الله. هادي الرومبا الثانية اللي درنا على اليمين كنمشيو للسلام، درنا على اليسار كندخلوا الفونتي. حنا غندوزو نيشان. أمامنا الآن الرومبا الثالثة اللي هي الرومبا القمرة. هاد الرومبا القمرة داخلين ليها خمسة طرقان. درنا على اليمين كنمشيو لسوق الحد، جوج طرقان قدامنا كيدخلوا للمدينة وسط المدينة. حنا غندورو الجهة اليسرى باش نمشيو للبلاصة المعنية. غير واحد النقطة يعرفوها الإخوان المشاهدين، هاد الرومبا الدائرة اللي فيها الضواو، يعني فيها الأضواء المرور، راه ماشي من حقك أنك تمشي وتدور على اليسار. غتمشي حتى لوسط الرومبا وتوقف، غتوقف تسنى اللي قدامك تيش عليه الضوء الاحمر حتى يوقف، عاد بتقطع نتاع اليسار. بالمقارنه مع الرومبات الاخرين، يعني مول اليسار خاوه يفوت اللي ما فيهاش الاضواء المرور، هذيك ما فيها باس كيشعل كيخوى اليسار ديالك كتدخل ليبر. احنا الان شعلينا الضوء الخضر باش ندخلوا وسط الرومبا. ضروري خصنا نوقفوا هنا تيخوى اليمين ديالنا، الناس اللي جايين اللي عندهم الضوء الخضر اللي مقابلين معنا اللي جايين في لالين ديالنا، فهما راه طلقهم الضوء الخضر، اذا خصنا نوقفوا تيدوزوا. هذا الخطا هذا شحال من واحد تيوقع فيه وتيخلص فيه مخالفات، يعني من الاحسن الانسان يرد باله هذه القضيه هذه. اذا ننتظروا ريتما اخوة اللي من ديالنا في هذه اللحظه هذه اللي من ديالنا اخوة. اذا حنا درنا على القمره ودرنا على الجهه اليسرى، بلاصه هذه بلاصه قريبه وزوينه وامنه وما بعيداش، في حاله ما انا شي واحد عنده ظروف ما عندوش سياره ولا ما مساهلش الطوموبيل ديالو ولا هذا، يعني ممكن يجي على رجليه ولا قريب الحال قريب بزاف، اولا شاد الطاكسي، يعني ماشي شحال بعيده. الا كان الانسان غير بوحدو يجي على رجليه، الا ما عندوش الباجاج ثقيل وما عندوش حاجه مزيان يحرك رجليه وقريب، ماشي امطار بعض الامطار ما كاين حتى شي حاجه كثيره. حنا الان كنتواجدوا في واحد الثلاثيه هنا، يعني الا درنا على اليمين كنمشيو لاكوت، البلاصه القديمه راه معروفه في اكادير. حنا غندورو على الجهه اليسرى، غندورو على اليسرى باش نمشيو للمنطقه ديالنا، المنطقه اللي هي شاطئ فونتي، معروفه بشاطئ فونتي، منطقه زوينه وعائليه ونقيه يعني مؤمنه، وكنصح الناس يعودوا يجي يزوروها ويكتشفوها يشوفوها ويكتشفوا الى عجبتهم راه ديما يجوا ليها. ملي كندورو على هاد الجهه دي على الجهه اليسرى كنشدوا هاد الطريق نيشان، يعني الطريق الاولى على اليمين كندخلوا منه، نمشيو حتى نلقاو الطريق الاولى على اليمين، واحد القدرون صغير على اليمين ديالنا، وتندورو جهتو وتنمشيو للشاطئ مباشره. هذا هو القدرون الصغير على اليمين ديالنا، غندورو مع هذا القدرون غنسيرو نيشان. كما كنشاهدو باقي الأشغال هنا مستمرة،
وسط مدينة أكادير، كنشدو هاد الطريق هادي حتى كنلقاو واحد الثلاثي، يعني واحد القدرون قدامنا قاطعنا، ما غاديش ندورو على اليسار، ندورو على اليمين تاني، ومباشرة لابلاج الشاطئ، شاطئ فونتي مباشرة، بعد الأمطار صافي من هنا ماشي شي حاجة كتيرة. إذن في هذه الأثناء هذه كنكونوا قد وصلنا إلى شاطئ فونتي الجميل النظيف. هذا هو البارك، هذا بارك على برا، يبغى يبلا سفيرة كانت تسعة هنا، يعني ما فيش قدرون بيست هو، واللي يبغى قدروني راه يقطع الشانتي ويدخل لي، راه كاين لداخل، دخل الطومبيل ديالو دخلها تما. وهاد البلاصه هادي تحت هاد الشجر هادي راه معروفه بهوارة، الناس ديال هوارة تي بلاصه هنا معروفه تما، اللي قلت ليه البلاصه هادي فين كاين بلاصه هوارة تحت الاشجار الضخمه، الاشجار الكبار هادو، وبجنب واد الحوار. هاد واد الحوار هو هذا، هو هذا اللي قدامنا، فوق منه قنطره، واحد القنطره هي هذيك قنطره في واد الحوار، والمصب ديال واد الحوار هو هذا. حنا نقطعوا الشانتي في هذه اللحظه هذه، نقطعوا الشانتي باش نشوفوا البارك اللي قلنا. الا ما عجبك هذا البارك هذا ديال كما كنقول ليه ديال هواره، ندخلوا لهذا البارك الاخر قدروني، راه مزيان نقي ومتيسع، فيه اتساع وفيه الغارديان ديالو، فيه كل شيء مامن، براسي الطوموبيل ديالك ودخل. شاطئ نظيف جدا، نظيف كما كنشاهدوا هنا، المراحيض ولي دوش هنايا ذكور واناث، يعني في الدوشات وفي المراحيض وفي لي زوتيل، تاهما كاين هنا لي زوتيل كما كتشاهدوا. الشاطئ فيه الهدوء وما فيهش الهرج بتاتا، وفيه بعض الالات الرياضيه، ماتيريال دي سبور اللي بغى يتريض مع راساتو بالمجان. الرياضه هنا بالمجان، يجي الصباح بكري يجي في العشيه، وقت ما جيت تريض مع راسك عوم وطلع لدارك. كما كتشاهدوا شاطئ نظيف ونقي وزوين وفي الهدوء. الحاجه الوحيده المهمه في هذا الشيء هو الامن، يعني هذا الشاطئ مامن 100%، فيه رجال الامن صباح مساء، كاينين بالليل كاينين في الصباح كاينين، وقت ما جيت كتلقاهم هنا الله يجازيهم بخير قايمين بالدور ديالهم، وحتى المجلس البلدي حتى هو قايم بالدور ديالو من ناحيه النظافه ومن ناحيه بزاف ديال المسائل. كنشاهدوا الاشغال مازال مستمره هنا في بعض البلايص، في بعض المناطق في الشاطئ، كما قلنا الامن متوفر دائما، فين ما دزت تلقى الامن، ولله الحمد على نعمه الامن في البلاد ديالنا، فين ما دزت تلقى الامن، يعني كتفرح وكتزعم وكتحط حوايجك في امان وما تخاف حتى شي حاجه، يعني الله يجازيهم بخير على هذه القضيه هذه، وتا يزعموا حتى الناس باش يجوا لهذا الشاطئ هذا. وأكادير حاليا راه مأمن ولله الحمد. إذا كنتمنى تعجبكم هذه الحلقة هذه، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة أخرى، ما تنسوش تابوناو يعني تشاركوا في القناة، ضغطوا على زر الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد.